جينا إلى مدير سد الموصل الأستاذ حاتم فتحي، راح نتعرف أكثر عن بعض الأمور. خلونا نرحب بي. مرحبا أستاذ، شلونك؟ يا أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون بخير. حياكم الله. حياكم الله الله، يسلمك. شكرا جزيلا. بداية خلينا نبديها الموضوع اللي يشغل الناس دائما ودائما، ما نسمع السد وانهيار السد ما هو الوضع الحالي لسد الموصل من حيث السلامة والاستقرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سد الموصل كما يعلم الجميع أسسه معقدة، أسسه الجيولوجية معقدة، ولذلك تتطلب الاستمرار في صيانة هذه الأسس على مدار الساعة. جهدنا الحالي ينصب في هذا الاتجاه. تعمل كوادرنا ليل نهار من خلال 3 وجبات عمل على تأمين سلامة السد من خلال الاستمرار بأعمال الصيانة والتحشية، ولدينا كل ما يلزم لتنفيذ هذه المهمة. لدينا المعدات والآلات اللازمة والتخصصات المالية التي تؤمنها الوزارة، وهناك اهتمام من أعلى مستوى من الحكومة لمتابعة سلامة سد الموصل وتوفير كل ما يحتاجه لتشغيله بالشكل الأمثل. طيب، ما هي الطاقة الخزنية الحالية لسد الموصل، وكيف يمكن زيادة هذه الطاقة لمواكبة احتياجات العراق المتزايدة من الكهرباء؟ طبعا يعني نحن لا نحبذ التحدث بلغة الأرقام، لكن يمكن القول إننا استثمرنا كل ما وردنا من مياه سيول ومياه أمطار التي أتت إلى خزان سد الموصل، استثمرناها في خزنها في خزان هذا السد، بحيث استطعنا الوصول إلى أعلى المنسوب يمكن أن يعني موصى به خلال هذا العام، وهو ما يتوفر لدينا الآن هو خزين جيد. نعتقد أنه يعني يمكن أن نستفيد منه في خلينا نقول عبور أزمات الشحة المتوقعة، أزمات الشحة في المياه المتوقعة خلال هذا العام والأعوام القادمة. كيف يؤثر التغير المناخي على سد الموصل، خاصة فيما يتعلق بمستويات المياه وتوفيرها؟ مثل ما نعرف حضرتك هسه ذكرت أنه إحنا اليوم متوقعين لنتوقع أكو شحة بالمياه بالفترة القادمة، وهذا اللي نشوفه واللي صار بكثير من المناطق اليوم واجهة تصحر. فاليوم كيف يؤثر تغير المناخ على سد الموصل؟ طبعا هناك عاملان مهمان يعني أثروا على سد الموصل بصراحة منذ إنشائه ولحد الآن. هما عاملان يعني يمكن القول إنهما مستجدان. العامل الأول المهم هو الذي ذكرتي حضرتك اللي هو التغير المناخي. هذا العامل بدأ يلقي بظلاله بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، يعني نلاحظ آثاره بسنوات شحة متعاقبة. يعني مرت علينا 4 سنوات شحة، كانت المياه الواردة إلى سد الموصل يعني ليس إلى سد الموصل فقط، وإنما إلى أعالي سد الموصل أيضا حتى داخل الأراضي التركية. يعني هذا جانب. الجانب الآخر هو السدود التي أقامتها تركيا على حوض دجلة، خاصة السد الأخير اللي هو سد أليسو. سد أليسو هذا مقام على نهر دجلة، وهو في شمال يعني خلينا نقول بالجهة العليا من سد الموصل داخل أرض تركيا. أيضا يعني أثر بإطلاقه على ما يرد من مياه للسد. فهذان عاملان يعني خلينا نقول اساسيه اساسيان في تحديد كميه الواردات التي تاتي الى هذا الخزان. من واجبنا نحن انه نعمل بشكل مستمر على تامين سلامه هذا السد، بحيث نستثمر المياه التي تاتي الى خزان. مثلا هذا العام وردتنا كميات وفيره، يعني خلينا نقول يعني تقريبا مشابهة لما وردنا في عام 2019 أو أقل من ذلك. فاستثمرنا كل ما وردنا هنا في تخزين هذه المياه للاستفادة منها في مواسم شحة متوقعة. طيب، هل هناك خطط لزيادة استخدام الطاقات المتجددة في العراق لتحسين أداء سد الموصل وتخفيف الضغط على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية؟
طبعا من المؤكد ان هناك خطط، خصوصا ان الطاقه المتولده من السدود تعلمين هي طاقه نظيفه باعتماد على الطاقه الكهربائيه. نعم. وهي طاقه نظيفه، فلذلك هناك اهتمام كبير جدا وتنسيق بيننا وبين وزاره الكهرباء للاستثمار بالطاقه المتجدده في مواقع السدود خاصه. فيما يتعلق بسد الموصل هناك خطط يعني لدينا اولا مساحات على الأرض متوفرة لنصب ألواح طاقة شمسية من خلالها يتم توليد الكهرباء، إضافة إلى أن هناك أيضا خطط لتوليد طاقة، يعني نصب ألواح عائمة، ألواح طاقة شمسية عائمة. نعم. على البحيرة. هذه الألواح تفيد خزان سد الموصل من حيث تقليل كميات التبخر. تعلمون أنه نحن بالعراق خاصة تأتينا مواسم درجة حرارة عالية جدا تصل فيها معدلات تبخر إلى قريب من 30 متر مكعب بالثانية، وهو رقم يعني معتبر حقيقة. فلذلك نصب هذه الألواح العائمة على جزء مهم من البحيرة يسهم في تقليل التبخر، إضافة إلى توليد الكهرباء وهو مصدر نظيف يعتبر من مصادر الطاقة المتجددة، وهو هدف تسعى له الحكومة العراقية منذ زمن في خططها. يعني حسب علمي أن هناك خطط كانت موضوعة لتوليد لإيصال مقدار ما يتولد من كهرباء بالاعتماد على الطاقة النظيفة إلى حدود 3% من التوليد العام بصورة عامة. نعم. يعني فقط في سد الموصل يمكن إذا تم الاستثمار في هذا المجال يمكن تأمين هذه النسبة بالاعتماد على ما يتوفر لدينا إمكانيات وأراضي وبحيرة في سد الموصل. طيب بسؤال أخير، ما هي آخر المستجدات بخصوص تفاوض مع تركيا؟ يعني حسب ما مصادرنا بالوزارة هناك أيضا تواصل وتنسيق مع الجانب التركي في الإطلاقات المائية. أعتقد هناك تنسيق، لكن نحن كإدارة مشروع ليس لدينا اطلاع على تفاصيل هذا التنسيق، لكن نعلم أن هناك تنسيق في إدارة هذه المياه وإطلاقها باتجاه خزان سد الموصل.